اغلى الملاح، قدم الجيش اغلى الملاح من البطنيه في تاريخ ليبيا. شوف بالله يعني جهاد الليبي ضد الاستعمار ضد فرنسا وضد الانجليز زمان الحركه الصهيونيه وضد الايطاليين، هذا لا يعتبر. في الصابر سوق الحوت هنا احياء ولا لا، سمى اغلى في تاريخ ليبيا باكملها بطولات وملاحم عظيمه، مع ان بعض المحاور فيها ستة سبع شباب صحيح وسنوات صمدوا، يعني هم الشباب الذين سطروا فعلا. ولعلها يقصد هذا دكتور. ايوه كان يقصد هذا. الشيء الاخر يقول ذكرني بخطاب معمر دار دار، اعاد خطاب معمر دار دار زنقة زنقة بطريقه اخرى، قال لابد ان يقول كل حي هكذا في الهند وشارع ولا لا وبيت حكومي ومدرسه وجامع تحت سمع ابصار، لما كان يعدد في بيت وحي ومدرسه خطر او زقاق وذكر الزقاق ايضا. خطر علي تاريخ لا خطاب دار دار زنقه زنقه دار دار، ولكن اوقح ما سمعت، اعذرني على هذه الكلمه، فعلا اوقح واقذر وادنى ما سمعت من النظور اليوم، اننا نفعل هذا من اجل من؟ من اجل من؟ من اجل الاطفال والنساء والشيوخ، وهو من قتل الاطفال والنساء والشيوخ وفي قنفوذه اللي يفتخر بها، نساء واطفال وشيوخ في القمامه. يعني اللي بادر الى ذهني الان الشيخ ساطي والشيخ مشعاله 83 سنه يحفظ في القران، انت اللي قتلتهم يا نظوري، اللي تدير في هذا كله والملاحم وبتقتل عابثين وتبي تقتل الخلايا النائمه وبتدير حرب جديده من اجل اطفال ونساء بنغازي، واللي هجرتهم واللي هجرتهم مش نساء مش اطفال مش شيوخ، اللي مهجرين في جميع بقاع ليبيا تركتوهم وحرقتوا بيوتهم ولزيتوهم وقتلتوهم، هذول مش نساء واطفال ليبيين ولا شنو؟ كذب. نحن الآن دخلنا في دوامة جديدة من المعارك، وهذه عقلية دموية عسكرية متسلطة، مش كل العسكر الليبيين، في عسكر شرفاء، لكن هذه الشلة التي تستخدم فيها مصر لاحتلال ليبيا شلة دموية فاسدة ما تعرفش تناقض نفسها، تقتل في أطفال وشيوخ ونساء وتدمر في البيوت وتدمر في المسجد، تقول لي كل مسجد وكل حي وكل مدرسة وكل مؤسسة تكون تحت أنظارنا، أنتم دمرتوهن المدارس والمؤسسات وقتلتوا النساء والشيوخ والأطفال، 20,000 ضحية من ضحاياكم وتسمي ليبيين وتسميها ملاحم بطولية في تاريخ ليبيا كلها. أعتقد أن يجب على ليبيا أن تتخذ موقف أمام هذه العملية بأسرع ما يمكن سيد الكريم يعني. والله.